كنت انه بيئة البرمجة المستخدمة داخل الـ PLC يحتاج الى من البروغرامر انه يكون قابلية البيئة البرمجية انه تفهم الهاي ليفل لانجويج وحول الى لغة بسيطة ممكن التعامل واستخدامها. فالـ Integrated Development Environment الـ IDE هو عبارة عن software application. Software application provides comprehensive facilities to computer programmers. يعني عبارة عن برنامج تطبيق داخل الـ PLC شبيه ممكن ان يعطيك فوائد شاملة للمبرمج انه ينجز وينفذ الـ source code. بصورة عامة التطبيق هذا الـ IDE هو يتألف لك من source code editor, build automation tools and debugger. راح نجي شنو معنى بني شنو بيصير شلون ان المبرمج يقدر يكتب برنامج اللدر او اي لغه ثانيه وشلون ينفذ ويسيطر لك على الديفايسز بالبي ام سي. السورس كود اديتر, السورس كود نقصد به البرنامج اللي مكتوب. انت احيانا مكتوب البرنامج بلغه عاليه نسميه هاي ليفل لانجويج. مثل ايش الهاي ليفل لانجويج؟ سامعين بالسي بلس بلس؟ سامعين بالبايثون؟ سامعين بالماتلاب؟ هاي لغات برمجيه. اي لغات لغات برمجيه عاليه المستوى. فمن نريد ننفذ لازم شو نسوي؟ نحولها الى لغه اوبجكت نسميها, اي لغه قابله للفهم من منظومه اوبريتنج سيستم مال البي ال سي, وبعدين نحولها الى اكسكيوتبل, بعدين ممكن ان تنفذ لودرز وتنفذ هاي اللغه. فهاي تمر بمراحل. هاي محاضراتنا اليوم راح نجي شنو هاي المراحل وشنو الشيء اللي بيصير. السورس كود اديتر محرر السورس كود يعني موجود, بعدين بيلد اوتوميشن تولز عندك مجموعه من التولز اللي تحتاجها تسويها, وعندك بعدين الديبجر. الديبجر شنو نقصد به؟ المصحح. شنو يعني المصحح؟ يعني عندك بالكود مالتك بالرغم من كون المبرمج يجب ان يتمتع بكفاءه عاليه لتنفيذ لكتابه وتنفيذ البرنامج, لكن يحدث بعض الاخطاء الايررز, وهاي الايررز ممكن ان تشغل الديبجر ويحدد لك, وراح نجي عليها وين هاي الايرور وشلون ممكن تنفذ لحد هاي الخطوه, شلون ممكن نصلح الايرور ويستمر البرنامج الى ان ينجز المهمه اللي من اجلها. فإذا الـ IDE تعتبر intelligent code, كودات ذكية, ويحتوي على compiler و interpreter or both أو اثنين, يعني أما compiler أو interpreter. هسا راح نجي شنو يعني compiler, بمعنى compiler بمعنى interpreter مو بالمعنى العلمي. الكومبايلر هو عبارة عن translator between the high level language. وهنا أريد أسألكم سؤال شباب, نفتح باب السؤال. نقصد بال high level language, من يجاوب؟ يلا شباب, ال high level language نقصد بها دكتور لغات برمجة عالية؟ اي شنو هي هاي اللغات البرمجة العالية high level language؟ لا طبعا انا يعني قبل 70 ثانيه نسيت شنو دكتور دبل عددهم. حسين حيدر, نعم احكي لنا حسين. دكتور الهاي ليفل لانجوج هي الجافا والبايثون والسي بلس بلس والفيسبوك بيس. تمام تمام تمام, عاشت ايدك عاشت ايدك. حكيت استوني شباب اللغات البرمجيه عاليه المستوى, مو قلنا السي بلس بلس اللي ما يفهمها البي ال سي من اللي تبرمج تحول ما يفهم, يعني فش نسوي؟ نسوي ترانسليتر, مترجم نسميه.
هذا المترجم شلون عندنا لغه انجليزي تحول عربي، نانا شو يسوي؟ يجي يقرا السورس كود مالته ويبدي شويه شويه شلون يحول الى لغه نسميها اوبجكت مفهومه. الانتربريتر مترجم، الانتربريتر نقصد به المترجم، الانجليزي يسموه انتربريتر والامريكان يسموه ترانسليتر اللغه الامريكيه. فالانتربريتر هو يحول لك وان ستيت، لذلك يحتاج زمن قليل، بينما الكومبايلر كود كامل يحول لك اياه الى اوبجكت، الى لغه ممكن تصير اكسكيوتبل قابله للتنفيذ، لذلك ياخذ وقت اسرع. واضح؟ فالباوندري between integrated development environment and other parts of the product of the product software development environment. هي هاي المشكلة يعني اللي تدرس شلون احنا نسوي بيئة برمجية متكاملة حتى تفهم المسيطرات هاي اللغة. فالبروغرامر يحتاج الى هذا السوفتوير واللي هو نسخة أو مشابه لسوفت وير اسمه الجرافيكال يوزر انترفيس باللون الأخضر مثلكم يعني جي يو اي، وهو شلون يحول من لغة إلى لغة وشلون يسويها انتجريتد يعني يجمعها في سبيل تكون الصورة واضحة. نجي هسه شباب للهاي ليفل لانجويج، يعني تعريف اكثر من هاي ليفل لانجويج. عاده تكون مكتوبه نسميها مثل كود الاسكي كود، ايضا هاي لغه يعني تتابع او هاي فايلز سورس فايلز، يعني تصير اكستنشن مالها يونيك مثلا دوت سي ASM وجافا وQI ألفون وهكذا. وبصورة عامة السي والنسخة المطورة منها سي بلس بلس، جافا سكيورتي، البايثون، هاي اللغات هي المتداولة والشاملة واللي لها قابلية إنه تبني اي سيبلينك مالها اي مشروع يعني، ونطبقه بعدين الى شيء اكتكبل شيء اكتكبل عملي يعني، وبعدين نستخدمه بالامبيدد سيستم. الفكره انه انت الكود مالتك ممكن تسوي لك فد جهاز عملي او خلينا نقول تصنع لك هاردوير معين ينجز لك هذا عمل. فأنت تكتب الكود سوفتوير وبعدين من يكمل وينجح وتفحصه تسوي له داونلود على باكج معين ويصير هاردوير. فالسوفتوير والهاردوير وإن تشوف المفصولات بس إنه واحد متمم بالآخر. صورة عامة CPU مال PLC Central Processor Unit، فهمها اللغات البرمجية يعني لازم تكون ماشين كود أو assembly كود، كود بسيط. فهذا assembly كود أنت شلون تحوله إلى assembly كود، شلون يكون مفهوم وقابل للفهم، شلون ده يصير عن طريق الكومبايلرات، هذا اللي نقوله يعني. وراح نجي شويه شنو كومبايلر، شنو لينكر، شنو لودر وهكذا. محاضره اليوم راح تصير شويه محاضره يعني انشائيه ثيوري بيها هواي، انا اختصرت لكم قدر المستطاع بس لازم تفهمون قبل ما نتعمق ونوصل لمراحل برمجيه متقدمة. ومن تسمع كلمة integrated، شنو معنى كلمة integrated شباب؟ integrated
شباب سؤال لكم رجاء، شو نقصد بانتجريتد انفايرمنت؟ كلمة انتجريتد تكامل انتجريتد ما سامع سامعين انتجريتد مو انتجريتد ايش بيها الانتجريتد يعني دوار متكامل شلون الاي سي بس هاي باكج شامل للاستخدام بصورة عامة البرامج تكتب نسميه هاي ليفل لانجويج اي برنامج يعني بايثون يعني ويبدي شغل الكومبايلر يحول الى سيمبلر والى لينكر لودر وهكذا يعني حسب الشيء الموجود حتى السي بي يو تقدر تسوي لك اكسكيوتبل تطبق عندك جافا سكريبت لغات اخرى بيرل بايثون روبي نسميها انتربريتد بروجرامينج لانجويج وعندنا سي 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 بلس والجافا السويفت نسميها يعني أمثلة of compile program language يعني أمثلة اللي ممكن أن تحول تترجم مو تترجم تحول إلى لغات أكثر فهما حتى يكون حتى تكمل الصورة لكم وتصير واضحة نجي لهذا الفيجر اللي أمامكم اللي هو فيجر 1 اللي مثلنا Integrated Development Environments or IDE طلابنا بس شوفون هذا الفيجر واضح الفيجر شباب واضح نعم دكتور واضح جيد راح أبدي أوضح هذا الفيجر بالتفصيل نبدأ نوضح هذا الفيجر بالتفصيل وبنهاية المحاضرة شباب راح نعطيكم رابط لمدة 5 دقائق يعني رابط الحضور ماشي يعني ما أريد بالمحاضرة السابقة ظل الثاني يوم وطلاب يدعي انه هو حاضر وما أعرف ضربه انا يعني احنا نحسن الظن يعني طلابنا ان شاء الله بس هو الى 5 دقائق 10 يقفل بعد يعني فخلي بالك هذا الشيء ماشي شباب تمام دكتور ف الفيجر اللي امامكم انتبه لي بي فايلز كرييتد هاي على اليسار وبي شباب تشوفون الماوس يأشر لو ما يظهر امامكم الماوس واضح دكتور واضح اي دكتور موجود نشوفه ماشي ممتاز وعندنا الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت سوفت وير يوز وعندنا اول مرحله هي التكست اديتر محرر النصوص اي يظهر لك النص وشلون نسوي بعض التعديلات نقرا ونشوفه وكذا طبعا عندك المونيتور مونيتور هو الشاشه نشوف به كود اللغه مالته وشلون بيبدي بيصير العمليه. فعندنا البروجرام هاي اول واحد هذا الشكل الاسطواني يمثل بدايه البرنامج او المرحله الاولى للبرنامج قبل ما يتحول الى لغه يفهمها السي بي يو الى لغه اكسكيوتبل يعني الى كود تنفيذي. فمن عندي بروجرامبل نسميه امتداده دوت سي بي بي او سي بلس يعني او حتى بالبايثون او اي كود اخر فيقرا يفهم شنو هذا وتبدي هنا عمليه الكومبايلر تم مرحلتين فيرست ستيب ومرحله نهائيه هي السكند ستيب بيصير بين المرحلتين شنو اللي بيصير بالمرحلتين عندك طبعا لايبراري دائما شو نقصد به باللايبراري اوبن سورس او لايبراري سورس كود كل لغه برمجيه هي بها لايبراري اعازات خاصه بها انت ممكن
تستخدمها function جاهز ممكن تبني كود منين تاخذ هذا يعني كله من مخزون فيها فنسميه library مكتبة متكاملة فيبدي الكومبايلر first step انه يقرا ويبدي بداية عملية الكومبايلر التحويل يحول اللغة إلى لغة أبسط إلى لغة أكثر فهما من قبل منه من قبل السي بي يو يعني فهما للسي بي يو بس بعد ما واصل السي بي يو لاحظ السي بي يو هاي بالأخير بعد مراحل نمر بها إلى أن نوصل مرحلة السي بي يو سنتر بروسيسنج يونت حتى السي بي يو ينفذ الإعاز وهاي كلها هي هي هاي كلها هي هاي البرين مال مايكرو كنترولرز بصورة عامة هنا يصير شغل بالبروسيسور فأول عملية هي ترانسليشن يونت نسميها تبدأ عملية الترجمة أو التحويل اللغة البرمجية يعني ونقصد ب إحنا مو ترجمة الإعاز من الإنجليزي إلى لغة ثانية لا مو ترجمة لغوية ترجمة برمجية وهو أنه يرجع يكتب البرنامج بكود مهم كود آخر ممكن أن تفهم الماكين المشين ما نسميه ماشين كود أو الأسيمبلي كود ممكن يكون أبسط فتم العملية تلحقها بكومبايلر ثاني نسميه second step هذا الكومبايلر الثاني اللي يبدي يحول لنا البرنامج نفسه إلى object والأوبجكت هو بداية تحويل البرنامج إلى لغة أكثر فهماً من قبل السي بي يو حتى يتعامل وياها وين وصلنا؟ وصلنا هنا بي جي ام بروجرام نيم هنا نسميه دوت أوبجكت واضح؟ طبعاً هاي البروسيس العملية قبل ما يروح لللينكر هاي العملية كلها هي بالتنسيق ويا من ويا المونيتر حتى يشوفنا السورس كود هذا المونيتر اللي يشوفنا السورس كود شكل السورس كود شوي هنا هذا لاحظ هذا حسب التطبيق مالته واللود برنامج اسمه بلود شيت سي بلس بلس ديفيشن فهذا هو الكود ولاحظ بالاحمر اكو ايرورز تصير والارمز يعني حسب الشيء فهذا شكله بعدين الشاشه السوداء لاك سكرين تظهر لك نرجع عليها الشيء اللي بيصير نرجع هسه وين وصلنا حتى نفهم IDE مبدع عمل بالتنسيق المستمر ويا المونيتر تشوفنا وصلنا الى اللينكر اللينكر شنو ان الاوبجكت كود ممكن ان بالتنسيق ويا اللايبراري هسه هنا غير لايبراري جت اللي هي اللايبراري اوبجكت انه ممكن لغة برمجية أبسط للسي بي يو ممكن أن يفهمها ويتعامل وياها ويخليها كومباتيبل أهم شيء تصير كومباتيبل ويا السيستم مالته ورا الأوبجكت تروح إلى مرحلة اللينكر حتى يخلي الكود مالتك أكثر acceptable مقبول ورا واللينكر ايضا احنا من يوصل نقدر نشوفه بالمونيتر ورا اللينكر نروح الى مرحله اكسكيوتبل البروجرام مر بمرحله اخرى اللي هي بروجرامبل بروجرام اكسكيوتبل اي انه قابل للتنفيذ وراها يروح لودر انه يروح للسي بي يو حتى السي بي يو ايش بيها تبدي هنا مرحله التعامل مع ارسال البيانات والعمليات الرياضيه والمنطقيه وتختار ادرس بس وترسل الداتا بس والتعامل مع الفلاجز والريجسترات الطريقه اللي تعاملنا معها سابقا. نانا ليش يصير؟ فاذا اللودر سي بي يو وراها
السي بي يو راح تصير اكسكيوتبل فايلز، يعني ممكن الكود مالتك ينفذ. مثلا عندك ورس بالسي بي يو تريد تجمع اكيوميليتر ويا ريجستر دي ولا اد دي، تنقل المحتويات، تثبت ميموري لوكيشنز، يعني هاي كلها تصير اوضح في المونيتور رننج للبروجرام. ولاحظ ايضا انه incorrect output قابل نسوي له debugging، نسوي ممكن نسوي له correction، نشخص الخطأ ونعالجه ومن نصحح الخطأ. هذا هو القصد. راح أعيد شباب هذا الفكر، ماشي وياك طلاب؟ وياك دكتور، وياك دكتور. راح أعيده مرة ثانية حتى تكون الصورة أوضح لكم. إحنا عندي كومبايلر، لينكر، ولودر. كومبايلر، لينكر، لودر مفصلة بالمحاضرة اللي أمامكم. رجاء كومبايلر، لينكر، لودر، شنو يعني كومبايلر وش يصير وكذا. نحن نتفق انه الاي دي اي سوفت وير هو سوفت وير متكامل استفاد من عند المبرمج في حل حاله المشاكل و يعني ترجمه بعض اللغات العاليه الى وتحويلها الى لغات ابسط حتى السي بي يو يفهمها وينفذ الاعازات. فعندي تكست اديتر هالته يقرأنا ويشوف شنو البرنامج مالتي، ويمر مرحلتين بعدين بالكومبايلر الأولى والثانية حتى يترجم لي حتى يحول لي إلى لغة أوبجكت أبسط. ولا ما تصير أوبجكت يكون اللغة حولت من امتداد مال السي أو البايثون إلى أوبجكت حتى مقبولة تصير أكسبتابل، يجي دور اللينكر اللي يكون وسيط يعني بين الاوبجكت وبين انه الاكسكيوتبل، ملفات قابله للتنفيذ. هاي الاكسكيوتبل ملفات قابله انه يفهمها السي بي يو، وراها ما تبسط البرنامج وصار صحيح وقابل للتنفيذ وكذا، اجي اسوي له لودر او يعني تحميل بالسي بي يو ومن ثم عمليه في البرنامج او الكود اللي احنا نستخدمه. يعني عمليه رن تصير كانما عمليه رن للبروجرام وحسب الاستخدام اللي هم يريدوا. فنقدر نقول ان الاي دي يعني الفيجر الاعلى ممكن نختصره بنقاط معينه توضح لنا الشيء اللي بيصير بالتفصيل. يعني انا شرحت هسه هذا الشرح اللي امامكم انا كله هسه حكيته بالفيجر، نجي عليه حتى من تقروه. طبعا ما عندنا نصا، ما تجي تقرا كلمه كلمه وترجم ونصا، لكن اريدك من تقرا تفهم شنو اللي بيصير وشنو اللي يجي. اللي يجيك تعريف الكومبايلر شنو، اللينكر شنو، تقدر تعرف تقدر تجاوب. فبالبداية نسوي تيست إديتر اللي هو if there are any unsaved changes to the source code file it has the test editor save the change. يعني يريد السورس كود الجاي الفايل ملف جاهز، ما بي نسميه bugging أو ما بي bug، يعني نسميه أي بي أخطاء error في مشاكل او بزحف رات كود، يزحف على كود رقم ما ينقري ما ينفهم وبالتالي ما يتنفذ يطلع لك ايرور، كل شيء سيستماتيك. فهنا يخزن الكي اي اذا ما مخزون يجهزه تبدا عمليه كومبايلر. فبالفيرست ستيب شباب، الفيرست ستيب كومبايلر فيرست ستيب عندي اتفقنا انه البروسيسر نسميها بري بروسيسر كومبايلر، تهيئة لعملية تحويل من high level language
الى اوبجكت. اللغه اكثر كومباتبل مع السي بي يو شويه. تبدي بالفيرست ستيب نسوي عمليه بري بروسيسر حتى يصير الفايل مالتي ريدي للخطوه الثانيه. فعندي انكلود انكلود علامه الهاشتاج. ايش بي هاي الهاشتاج الانكلود تسوي لي نسميه انسيرت هيدر. شو يعني انسيرت هيدر؟ يبدي البرنامج تقراه وتحوله الى كود ثاني اكثر فهما اكثر مقبول وهكذا يعني تشوفه. وبعدين يدرس الايررز يدرس ال يعني شنو اللي بيصير. فاذا اكو ايرور طبعا راح يوقف ويبدي يصلح او يشخص او يعطيك الارمز وورمز تحذير انه يا ترى السورس كود صار هنا عمليه اكو ايرور. يعني تتوقف المبرمج يجي يشوف وين وقف وشلون يبدي يصلح ويخزن وهكذا. هاي كل العمليه هي ترانسليشن يونت. سكند ستيب يعني يقول لك الكومبايلر راح يفتح الترانسليشن يونت اللي سواه بالخطوه الاولى بالفيرست راح يفتحها ويبدي عمليه كونفيرتنج التحويل الى ماشين كود نسميه او ماشين انستركشنز عازات اكثر فهما للسي بي يو. و الداتا area and list of items to be resolved by the linker. يعني حتى تكون اكثر فهما ما يبدي اللينكر يتعامل وتصير الداتا مالتي والبرنامج طبعا اوبجكت فيبدي اللينكر يبسط اكثر واكثر الى ان تصير لغه اكثر فهما. Any problems encounter يعني المشاكل اللي تواجه usually تصير syntax or violation of the programming language rules. توقف لك كل بروسيس مالتك يعني وايضا تتم عمليه تطبيق جيد وشوف وين الايرور يعني ويبدي تصحيح يعني يطلع لك اللايبرري الموجود يعني تعرف كود نظامي اكثر. واذا ماكو مشاكل برمجيه اللي راح تخزن سيب لك الكود مالتك والهيئة للخطوة اللي بعدها اللي هي اللينكر. اللينكر يتعامل مع الاوبجكتس فايل ويسوي لينك ويا اللايبراري اوبجكت فايلز. هذا المصطلح الاوبجكت فايلز اللي صار مهم جدا انه للبرنامج وين وصلنا له قبل اللودر. وايضا يشيك البرنامج هل بي ايرور يطلع لك بالاحمر شلون تصلحه وهكذا حسب الشيء اللي تريده. اخر مرحله هي اللودر من اسم اللودر واللينك اللي راح يصير ورا اللينكر المن الى السي بي يو. هذا هو اللودر اخر مرحله هو اللودر اللينك اللي يربط بين سي بي يو اللي حتى يكون البرنامج اكثر فهما واكثر تطبيقا للموضوع. طلاب قد تصير شويه كونفيوز عندكم بالموضوع بس انت لازم تعرف ايش يصير بالبرنامج شلون بيتحول قبل ما تجي يعني تضبط او قبل ما تجي عليها. اي برنامج واي اي مبرمج من يجي يكتب البرنامج مهما كانت كفاءته وعبقريته راح تصادفه ايرورز. هاي الايرورز نسميها لوجيك ايرورز. لازم ترجع للسورس كود تغير الخوارزميه مالتك وتظل تصلح يعني مو صحيح. وماكو بالنسبه ماكو برنامج مبرمج يقول له مشكله يكتب لك البرنامج راسا
بحل حالة نادرة إلا لا برنامج يكون يعني بسيط جدا، ولما تقعد خوارزمية تكتب البرنامج شو علم وظل تنفذ خطوة خطوة وديباجينج إلى أن تلقف الأرب وتصلحه يعني إذا ممكن. فريسولفينج إيرورز شلون نحل ونصحح الإيرورز، يعني أنت الإيرورز مشكلة، مشكلة وين؟ برنامجك واقف ما يمشي أخرى وهكذا، لازم تحل هاي المشكلة. ف there are three types of errors in the order that they occur are ثلاث مراحل ممكن يصير بها error، نانا مرتبة بالتسلسل compiler linker logic. الكومبايلر لينكر لوجيك بتصير بها ايرور، ولازم انت شلون تتعامل ويا هاي ايرور. يعني بالكومبايلر قلنا ايش قلنا شباب بالكومبايلر؟ سؤال موجه لكم شباب الان، الكومبايلر ممكن يقول لي واحد الكومبايلر شنو وظيفته؟ دكتور تحويل لغة البرمجة لأكثر بساطة. صح ممتاز، بس ممكن أوضح، ممكن تعبير أوضح من اللي قلته، لأن يعني أنت قلت شيء جنرال. منين خلينا نقول يحول من البايثون المن، ندري أكثر بساطة بس المن حول إلى أوبجكت فايل حتى اللينكر يتعامل وياه ويحاول انه ينال اللودر بعدين. الايرورز اللي تصير بالسيستم مالتي لازم احددها اشخصها ورا ما اعالجها بعدين حتى تكون شغله اكثر. فلو نرجع للفيجر مالنا ونشوف، لاحظ ان الثيرست ستيب يقرا البرنامج التكست اديتور يشوفه وين شنو بيه قبل ما يبدا عمليه الترانسليشن حول لك، بحيث الاكمال والجهاز يكون بالسكند ستيب، تكمل الكومبايلر ويتحول الى اوبجكت كود ممكن يستخدم اكثر. هذا هو القصد. ف إذا أكو إرار مرحلة translation unit اللي هي second step، فالكومبايلر إيش فيه ينطينا المفروض warning message. شايفين warning message مرات تطلع لك black screen يقول لك هذا الكود خطأ، هذا مو compatible، هذا ترى ويندوز 32 هذا يقعد 64 وهكذا كمثال. مهمة جدا الورنينج، لازم المبرمج يحترم المسجات اللي تجي، وهي مو بالضرورة انه راح توقف البرنامج، بس اكيد اكو اشكال عندك يعني لازم تنتبه له حتى بالخطوات الاخرى تصالحها، او تجي تشوف الخطوة توقف عندها تبدا الصح وهكذا. يعني راح نشوف هسه بالاي دي اي مونيتورينج عندنا لود شيد، لود شيد ديفيشن سي بلس بلس 5 كومبايلر اي دي. شوف السوفت وير هذا ايش يصير، ليش سموه هذا الاسم المرعب لود شيد اراقه الدم وكذا، يعني هو كمثال شلون البرنامج يصير ايرور وشلون يطلع لك الاحمر وشلون تصحح وهكذا حسب شيء اللي تريده. احنا مو شغلنا سي بلس بلس، يعني ما مطالبين حاليا، بس هذا ككود مكتوب سي بلس بلس،
ويعطيك مرات مسج اشعار او بالاحمر انه خلل صار معين يعني انت تجي تقراه او تشوفه. فمن يقول لك باللون الاحمر الريد لاين يمثل وير ذا كومبايلر ستوب، ترى هنا وقف البرنامج، اذا وقف البرنامج مدى تكمل عمليه الترانسليشن، مدى يقدر ينفذ البرنامج مالته. فانت تقدر للخطوه اللي وقف ترجع لها وتبدي تصحح. اللينكر ايرور شنطيك يقول لك نو ريد لاين وود ان ايرور مسج سكرايبنج لينكينج بروبلم، يبدي تطلع لك اشعارات او تطلع لك مسج انه البروبلم بعد يعني ممكن تعالج ممكن تستمر. ويعني تشوف مرات تطلع لك بلاك سكرين، هذا البلاك سكرين هم لازم تشوف اللي هو لوجيك ايرور فروم ذا اوتبوت ويذن ذا بلاك بوكس اريا، تجي تقرا ايضا وتشوف تابع ويا المونيتر الى ان مثلا تعرف بيصير وين الاشكال يعني وين خلل مالك. ملخص بسيط لعمليه ريزولفينج ايرورز، نجي نقدر نقول ان الكومبايلرز هو تشي كونفيرت سورس كود تو اوبجكت كود، بينما الديبجنج اللي هو عمليه تصحيح الايرور تمثل لي process of removing errors from a program. Compiler يعني ولينكر ولوجيك، يعني هاي السلسلة اللي موجودة شخص لك وين الايرور، تجي انت تشوفه تعيد تنفيذه، قد يكون خطأ بسيط، قد يكون الخطأ اللي عندك انه كوما او ما نخلي دوت او خطا بالايعاد. المهم يعني قد يكون سنتكس ايرور بسيط، يعني المهم تيجي تقرا المبرمج يقرا ويتبعه اكثر ويطبقه وينزله ويشوف وينسقه، يعني بصوره يكون مور اكسبتبل حتى يكون مور سكيوتبل. اللينكر شنو؟ نرجع نقول اللينكر هو شنو؟ كونكتس الاوبجكت فايلز انتو ان اكسكيوتابل فايلز. اللينكر هو ياخذ الاوبجكت فايلز وشي يسوي لها؟ يخليها يعني اكسكيوتابل، قابل للتنفيذ للتطبيق. حتى باللودر يجي عمل ويا السي بي يو، اللودر شو يسوي لنا؟ اللودر هو بارت اوف ذا اوبريتنج سيستم، جزء من النظام الرئيسي الاخير قلنا قبل السي بي يو اللي يتعامل ويا السيستم. شغلته انه يسوي لود اكسكيوتبل فايلز قلنا اللي هي تعاملت ويا الاوبجكت في جتنا في الميموري، حتى السي بي يو ستارت رننج ذا بروجرام ونفذ عمليه وظيفة اللي تنفذ. هذا وظيفة اللودر. البري بروسيسور شو عندنا؟ عندنا بالكومبايلر المرحلة الأولى فيرست ستير فيه دزن كونفيرتينج سورس كود تو اوبجكت كود، يعني هي حتى نحول السورس كود ايا كان امتداده حسب اللي موجود بايثون C++ يأخذ إلى Object أكثر مقبولية. Text Editor هذا يقدر يقرأ لك Text ويشوفه ويقدر يسيبه وكذا للـ ASCII Text File اللي بالـ ASCII مكتوبة. Warning الإشارات التحذيرية قلنا هاي مهمة جدا، لازم يقرأها لازم يشوفها المبرمج حتى يقدر يتعامل ويطور اكثر واكثر بالشغله او بالبرنامج
might, and then our compiler alerts that there might be problem. لازم يقرأ المسج والبرمجة يقرأها ويشوف شنو الخطأ وشنو المكان اللي وقف فيه وشلون ممكن يعالجه حتى البرنامج يكمل. بهاي الطريقة هو هاي طريقة المبرمج الناجح شلون يتابع برنامجه وشلون يوقف على الأخطاء وشلون يحل. طبعا في جميع اللغات من الماتلاب أيضا موجود بها الديبجنج اللي هو عملية متابعة الكود وتصحيحها والاهتمام به. يعني الى ان يتم نرجع للفيجر شباب. هسه المفروض صار الصورة اوضح. هون عندك فايلز وشلون تجي تتعامل مع هذه الفايلز باحترافية. يراد لك الـ IDE كل الـ software application هو يوفر لنا compiler في مرحلتين حتى يحول لي الكود او البرنامج مالتي من high level language الى object language. ممكن يستخدمها مرحلتين يمر بها و بعدين يروح على من يصير بالاوبجكت راح يصير لينكر وورا اللينكر يصير لودر وينفذ للسي بي يو ينفذ وينتبه للاشارات وللاخطاء اللي تصير. لاحظوا ان المونيتر او الشاشه اللي موجوده يقرأ لك كل شيء يعني وتقدر انت تستخدم وتشوف شنو الشيء اللي بيصير. هذا كله داخل في بيئة البي ال سي داخل مثلا داخل منظومة شلون بيصير يعني شلون ممكن يحول للغة ابسط يعني ممكن نستخدمه. هسه راح ناخذ نوعية من انواع البي ال سي نوعية بسيطة صيني تقريبا. هذا البي ال سي هذا امامكم الداتا شيت مالته و الداتا شيت مالته راح نجي نشوف. طبعا هاي النوعية صيني ومواصفاته يو كنترول يعني حسب الموديل مالته او الشركة او كذا. فتشوفه على قد كف اليد يعني اصغر من كف اليد و البنات اللي على اليسار يمثل والعلى يمين يمثل الانبوت مالته وشلون صحيح الاوتبوت يعني كذا. فهو يكون في شيء مبسط يعني اكثر. فلا تلاحظ بالانبوت البن الاول بورت 8 هي السيريال بورت وبورت 9 يمثل الانبوت اوتبوت بورت وهكذا. بعدين هنا بي سي تي مالته 5 فولت بي سي بي سي عندك الجراوند مالته وتحكم التمبرتشر على اليمين كان يسوي ريسيت ريسيت بورت وهنا الاوت بوت بورت يستخرج ايضا 5 فولت يحتاج وهكذا شلون التغذيه مالته الجراوند عشان تقطع وهكذا. المهم هذا نوعيه من انواع البي ال سي برمجته يدويا ممكن انه الكيبورد مالته ما يحتاج حاسبه ولا ضخامه ممكن يدويا حسب الحاجات اللي تريدها تستخدمها. شباب هذا كل ما يخص
محاضرة اليوم اللي كانت حول الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، وشلون شفنا ان السوفت وير مالتنا يحتوي على ثلاث اجزاء رئيسية: كومبايلر، لينكر، لودر. ممكن من خلالها نخلي برنامج والسيستم مالتنا اكثر تطوير. واضحة محاضرة اليوم شباب؟